نظمت فيدرالية اليسار الديمقراطي تجمعا خطابيا بأكادير من تأطير الأمناء العامين للأحزاب المشكلة للفيدرالية. المهرجان الخطابي كان مناسبة لاستعراض عدد من القضايا المرتبطة بتدعيم الممارسة الديمقراطية ببلادنا. لطيفة إجري ومبارك زمني. بحضور الأمناء العامين لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وعدد من مناضليها، احتضنت مدينة أكادير مهرجانا خطابيا لتقديم البرنامج الانتخابي للفيدرالية وكد لمشروعها السياسي الرامي إلى بناء ديمقراطي قوي ومنسجم مع تطلعات المواطن. وحنا كنقدموا دائما مرشحين نزهاء وأكفاء، وهذا الشيء اللي محتاجاه البلاد غدا باش يمكن لنا نرجعوا الوهج للسياسه واننا نرجعوا الثقه لاوسع فئات ديال المجتمع باش نوجدوا بلادنا باش يعني تكون قادره باش تواجه يعني هالتحديات. هو سياق للتعريف بطبيعه الحال ببرنامج الفيدراليه وبالمشروع المجتمعي الذي تدعو اليه وبرؤيتها السياسيه وخاصه بمواقفها من مختلف القضايا الوطنيه، قضيه التنميه، قضيه البطاله. المؤتمر تميز بكلمات الأمناء العامين لأحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي وأطرها الذين أكدوا على أهمية هذا اللقاء لتقوية هياكل الفيدرالية. عدم القيام بالمهام ديال الأحزاب، تأطير المواطنين، كل هذه من القضايا اللي مطروحة علينا جميعا، لكن احنا في فيدرالية اليسار كنتخاو أننا نقوموا بمهامنا وكذلك يكون واحد العمل عن قرب مع المواطنين والدفاع على مصالحهم. مهرجان خطابي أكد خلاله الأمناء العامون على المشروع الديمقراطي الحدث للفيدرالية، داعين إلى ضرورة الانخراط الإيجابي للمواطن في الحياة السياسية